ازاي احول؟ انا محمد المرغني من مجموعه منشيه البكري مصر الجديده. جينا احنا موجودين النهارده في كفر غطاطي بنعمل تنميه وتوعيه وتطوير شامل للمنطقه من النظافه الصحه محو اميه. انا مش جاي لوحدي، انا جاي معايا كذا مجموعه، معايا مجموعه هنا المحروسه وانفينيتي للتصوير وسي بي سي، كذا مجموعه ومبادرات شبابيه موجوده على الفيسبوك وعلى تويتر هدفها كلها العمل الخيري. النهارده اول يوم لينا، دي البدايه، ومستمرين ان شاء الله لمده سنه هنا في القريه لحد ما نوصل ان القريه كلها نقضي عليها على تماما على كل المشاكل اللي فيها من البطاله والفقر والنظافه وكل حاجه. انا عايز الموضوع ينتشر اكتر من كده، نفسي كل الناس تشارك فيه، ما يبقاش على كفر او حاجه معينه، يبتدي على اكتر من منطقه، تبقى فعلا مناطق تستاهل ان هي تستاهل الخدمه وتستاهل ان الناس تنزل تقف معاها وتنظفها وتشاركها، ويبقى في كمان محافظه عليها، ما تبقاش مجرد زياره وخلاص، يبقى في استمراريه للموضوع عشان الموضوع ينجح، ما يبقاش حاجه واحده بس. صورتش؟ انا كنت شغال وبصورت تمثيل. انا ارو مختار، عندي 16 سنه. عرفت مبادره كفر غطاطي من على فيسبوك وتابع جروب منشيه البكري، فتجمعنا كلنا وجينا، وان لازم نبدا بنفسنا، يعني مش هنقول البلد هي اللي تعمل، ولازم كل واحد يبدا بنفسه عشان البلد تبقى كويسه. لا يعني انا رسمت ولونت، في ناس نظفت وفي ناس عملوا مبادرات توعيه. نفسي بلد جديدة تبقى احسن من اوروبا. احمد عبد العزيز محمد، ساكن في كفر غطاطي، ماشي الصرف الصحي باستمرار، بيطفح يعني المجال على طول مستمر. عندي طفلين محتاجين رعايه، محتاجين صحه، محتاجين تعليم، ماشي زي ما حضرتك شايف مدخل البيت، البيت ممكن بالانهيار ما يستحملش، يعني الاسره كلها معرضه حتى للخطر. فانا قدمت برضه بالنسبه للشقه في 6 اكتوبر، استلموا الورق وبعد كده الورق اتقطع واترمى في الصناديق، كل شيء لازمه، محافظه الجيزه كذلك الامر، وسلموني حته كعب، حته ورق مرميه من الارض حق اتملي عليها مع الف سلامه، عباره عن تسويح مفيش اهتمام. فانا لو شقه اوضه وصاله، مش محتاج شقه 3 اوض وصاله ولا 4 وصاله، اوضه وصاله تكون صحيه داخلها الشمس والهواء، ميه نظيفه بس. مش عارف يا باشا، بس يعني ايه هنروح بقى يعني نعمل كده. انا عملت انت كده هتحط يعني.